تخليني استعمل اجدد تكنولوجيا، افرجي بلدي للعالم كله باحلى صوره وباجمل صوره. فبلشت قلت بدي اروح اصور، طب وين ممكن اجيب الدعم المادي؟ ما كان في موجود قبل سنه. قلت لا، اذا بدي اروح على الشركات ما حيتطلعوا فيه، ما حيساعدوني، حيقولوا هذا واحد عم بيجي بده يصور ويعمل مشروع، نحن بنشتغل مع شركه وبنعطيها هذا البروجكت ويشتغلوا فيه. قلت لا، خليني اجيها بطريقه از ان انتربرينور ستايل. اجيتها من ورا، بلشت واجتهدت، رحت صورت كل بايدي، يعني كل موقع في الاردن قبل ما يكون لسه عندي فريق عمل، قبل ما يكون عندي تيم. جوردن توريزم بورد، فيزيت جوردن، اعطوني الدرايفر مع التور جايد، واخذني على كل مواقع في الاردن. الصراحه اذهلت بجمال الاردن. قد ما كنت هون وقد ما اجيت هون، في مواقع رحت عليها ما عمري شفتها قبل. فقلت انا لازم اضل امشي بهذا المشروع للاخر، اوصله للعالم كله. هلا حفرجيكم كمان شوي من الاكزامبلز على السكرين، مواقع انا بتاكد انتم مش شايفينها بهذا الجمال. فمن هون بدينا بالمشوار. بعدين بعد ما خلصت المشروع صورنا كل المواقع. بعدين اجيت للشركات الاستراتيجيه اللي ممكن نعمل معها شراكه استراتيجيه يساعدوا يوصلوا هذا المشروع للعالم كله، وهذا الفيجن تبعنا، هذا الطموح تبعنا، انه نساعد السياحه باحسن طريقه مع الشركاء الاستراتيجيين المعنا. البيز تروح على عمان، فنبلش الفيرتشوال تول الويب سايت بعمان. فانتم بنبلش هون باول سكاي لاين من عمان، ومن هون بتلاقوا مثل هوت سبوت، هدول اللي بيودوكم على المناطق المختلفه. فمثلا بتلاقوا هون مثلا العقبه، اذا كبستوا على العقبه تروحوا على العقبه. من العقبه بتشوفوا هون البورت، بنبلش بالبورت بالمينا بالعقبه. بتلفوا بتشوفوا كل شيء بطريقه 360 درجه. من العقبه بتروحوا على مثلا تالبي. هلا وصلنا على تالبي. يعني هاي الصوره في كثير ناس بالاردن ما بيعرفوا انه في شكل هيك موجوده بالاردن بهذا الجمال. فبنفس الوقت تقدر تتحركوا يمين شمال فوق تحت، حتى تقدر تعملوا زوم ان شوي عشان تشوفوا الديتيلز. بنفس الوقت هلا بنقدر نروح على، وكمان عندنا خاصيه السيرش. خاصية السيرش هاي كثير مهمة عشان نقدر تعملوا سيرش على أي شيء بدكم إياه، مثلا العقبة أو أوتيل من الأوتيلات، بتكبسوا عليه على طول بتروحوا بتشوفوه بطريقة 360 درجة. كمان عشان ندعم في الوقت. بنفس الوقت عملنا كاتيجوريز هون، بتشوفوا ذا توب 5 هوتيلز، توب 5 ريستورنتس، توب 5 ايفنتس بالأردن. فعندكم هاي صارت مثل بلاتفورم تقدر تشوفوا منها كل الشغلات التوب الموجودة، وهي نحن عم نقدر نتحكم فيها عشان نفرجي للسائح احسن ما يكون في الاردن، عشان ما نعطيهم مثلا 500 اوتيل ينقوا فيه، لا نحن دائما حنشوف الافضل ونعطيهم الافضل، وهي الفرصه حتكون لكل الاوتيلات وكل المطاعم الموجودين، عشان بيقدروا هم دي اد ريكوست بكبسه زر وحده هون، ريكوست ريكوردينج، بيكبسوا عليها، بنروح بنصور لهم اوتيلهم او المطعم كمان وبنضيفه از كونتنت للمشروع نفسه. يعني انا معظم وقتي مثلا مسافر في دبي، بحب احن لبلد، بفتح الويب سايت بحط بلاي من اي اذاعه بدي اياها وبسمعها، وبنفس الوقت بشوف المناظر الحلوه اللي بيقولوها. هلا نحن الفيجن تبعنا انه نضلنا نكبر ونزود نزيد المحتوى، كل ما نقدر نزيد المحتوى اكثر كل بيكون احسن. فبنفس الوقت اي اوتيل، اي مطعم، اي وجهه سياحيه حابه تضيف المحتوى هذا، نحن جاهزين نضيف لهم المحتوى تبعهم على jordan360.com. هلا الخاصيه هاي كمان بيقدروا يشوفوها على الكمبيوتر، على الموبايل فون، على التابلت، ونفس الوقت على الفي ار مونيتورز. لأول ثلاث أربع ثواني بكون الواحد عارف حاله لابس نظارة، بعد شوي بصير بيمشي كأنه بالموقع نفسه. وزي ما قال خالد، مهم جدا إنه إحنا نثري المحتوى على هذا الموقع، وكل محتوى بنزيده هو مهم. ولكن السؤال لخالد انه مين راح تكون مسؤوليه مين اثراء المحتوى على هذا الويب سايت؟
هلا المسؤولية مسؤوليتنا كلنا، بدنا كلنا حنكون نحن كلنا يوزر جنريتد. هلا نوت يوزر جنريتد، نحن وي جنريت ذا كونتنت. نحن بس اضفنا بوتن على الويب سايت اسمه اد ريكويست او ريكويست ريكوردينج بوتن. بامكان اي شركه، اي مطعم، اي اوتيل يدخل على الويب سايت بس يكبس ريكويست ريكوردينج، هناك موجودين البيانات. هو بنقي بده اوتيل، بده مطعم، شو عنده، بحط الديت الريكويست ريكوردينج ديت، امتى الديت اللي بده اياه، التاريخ، وتيم الفريق العمل الموجود هون بيروح بيصور وبيحطه على الويب سايت. هاي رساله من خلالكم لكل المهتمين في مجال الفنادق والمطاعم وكل العاملين في المناطق السياحيه، الاعمال او الشركات اللي عندها فروع في المناطق السياحيه، انهم يشوفوا هذا الويب سايت، يتأكدوا انهم موجودين داخل هذا الويب سايت، ويتأكدوا انه كل فعالياتهم وانشطتهم موجودة على هذا الويب سايت، مشان كل اللي بيستخدموا هذا الويب سايت يشوفوها. احنا من طرفنا حنحاول انه احنا نروج لهذا الموقع باكبر قدر ممكن. هيئة تنشيط السياحة ان شاء الله راح تساعد على الترويج لهذا الموقع اقليميا وعالميا. فبهمنا انه كل الشركات اللي تعمل في مجال السياحة بكافة قطاعات السياحة انها تكون موجودة على هذا الويب سايت وتقدم عروضها من خلال هذا الويب سايت، مش بس للأردنيين، للأردنيين ولكل اللي عنده الرغبة انه يزور الأردن او يقضي اجازته بالأردن. باب الأسئلة مفتوح للإخوان. قمر للأنباء، قمر الحقيقة.